مرحبا بحضراتكم مرة أخرى مشاهدينا وآخر فقرات يوم جديد النهاردة يوم الجمعة. فقرة الحياة بنحرص عليها يمكن دايما مع دكتور عماد الدين فهمي خبير التغذية العلاجية اللي بيشرفنا. بنتكلم عن محاور كتير جدا, بنتكلم النهاردة عن محور هام جدا, دايما بننزل نشتري حاجات من السوبر ماركت أو حتى في المولات العامة في التغذية بفكرة الملصقات الغذائية, فكرة إن احنا دايما أهم حاجة بنبص عليها تاريخ الصلاحية وأحيانا السعر. هل في معايير أخرى أهمية قراءة الملصقات الغذائية خصوصا إنه بيبقى دايما طول الوقت فيها بعض في بعض المشكلات اللي بيتعرض بيها بسبب هذه المنتجات؟ خلينا في البداية نرحب بالدكتور عماد. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا فندم. إزي حضرتك؟ منورنا النهارده. لو اتكلمنا عن فكرة الملصقات الغذائية وإنه طول الوقت دايما أهم حاجة, يعني بصراحة كلنا بنبص عليها إنه تاريخ الصلاحية بلس بنشوف حاجات بسيطة يمكن نسبة الدهون مثلا السعر. بصراحة خلينا نتكلم فكرة بقى المعايير الأساسية اللي على أساسها ممكن قراءة الملصقات الغذائية والمنتجات اللي بنشتريها دايما تحديدا المنتجات الغذائية. مبدئيا المفروض أي حد بيشتري لازم يقرأ, أي حد بيشتري لازم يقرأ. يقرأ إيه ده هنقوله بس أكتر حد معني بالقراءة فعلا مرضى الحساسية, مرضى الكوليسترول, الناس مرضى السكر. مرضى الحساسية احيانا يبقى واحد عنده حساسية من الجلوتين مثلا, حاجة في القمح, وبالتالي لو جيت خدت اي منتج يحتوي على الجلوتين دخلت في مشكلة. طب انت تاكل حاجة بتعملك حساسية. مرض السكر, انت لو بتجيب حاجة وتاكلها وانت مش مدرك كمية السكر المضافة ليها كام, انت ممكن برضه دخلت في مشكلة. مرضى الكوليسترول اللي عندهم كوليسترولهم عالي وبيجيب حاجات نسبة الدهون فيها عالية ودهون مشبعة دخلت في مشكلة. يبقى اذا كل البشر لما يجي يشتروا عايزين يقروا فعلا, واكتر ثلاثة معنيين بالقراءة هما اللي هتسبب لهم الاكل من غير قراءة في مشكلة مباشرة. دي اول حاجة. الحاجة التانية, معظم فعلا الناس اللي بتيجي تقرأ بتدور على السعر او تاريخ الصلاحية. حتى تاريخ الصلاحية بتقرأ غلط. يعني بتقرأ غلط. يعني هقول لك مثلا لو عندك منتجين, منتج مصنوع النهاردة وصالح لمدة 5 سنين. ومنتج اخر مصنوع النهاردة وصالح لمدة 6 شهور. هتشتري انهي؟ اللي صالح لمده 6 شهور ليه؟ حيبقى غالبا فريش وغالبا معهوش مواد حافظه. انما اللي الشركه مطلعاه عشان يعيش 5 سنين ده غالبا مليان مواد حافظه, وبالتالي بس احنا بقى يوم ما بنشتري ياه ده هيعيش كتير لو ما كلتوش الشهر ده اكل الشهر الجاي. فحتى واحنا بنفكر في الصلاحيه بنفكر غلط. لا هات حاجه, هو الزبادي بناكله ليه بقوه؟ ماليش مواد حافظه, بيقول لك 10 ايام ويبوظ. فبالتالي اذا هو منتج النهارده يعني طالع من الشركه النهارده وهيستمر صلاحيته ايام قليله, ده افضل من اللي طالع النهارده وهيستمر سنوات. لان كده مواد الحافظه اللي موجوده اقل, اللي هتعيش طويل فاقل فاكتر من اللازم. يعني حتى دي بنحسبها غلط. وثانيا بنفكر في السعر, دايما السعر برضو غلط. احنا بنفكر فيه بناء على جيبي فيه كام هقدر اشتريه ولا لا. احنا دايما المفروض نقيم الحاجه بسعرها على محتواها. يعني لو المحتوى ده مفيد صحيا ادفع فيه كتير. ولو هو اتكلمت عن معلومه مهمه جدا برضو انه فعلا في ناس دايما تاخد الحاجه اللي يعني بيكون فيها عمرها طويل اللي ممكن تعيش فتره طويله. 9 من 10 بيعملوا كده. طبعا عشان كده اقول لك حتى يوم ما بيفكروا التفكير بيبقى خطا. يعني يوم ما بيفكروا يقول لك لا دي بس بشرط ان هي ما تكونش هتعيش بس اسبوع ومتصنعه من سنه, ده كده باظت. يعني انا بتكلم على حاجه اتصنعت النهارده والشركه كاتبه لك ده مدتها اصلا 6 شهور. وحاجه ثانيه صنعت النهارده والشركه كاتبه لك ده مدتها 5 سنين ولا 3 سنين. يعني كده كده معناها ان هي حاطه لك فيها مواد حافظه كتير. عشان تستحمل تعيش فتره اطول. في بقى كمان بيبقى في مشكله في خلينا نتكلم بقى عن انواع السكريات. لو اتكلمنا مثلا عن سكر الفاكهه, العسل الابيض, سكر الدايت, باكتر حاجه بصراحه الاقي الناس تجري عليها سكر الدايت. انواع مختلفه, ايه المعايير اللي على اساسها يتم اختيار سكر الدايت؟ وهل المعايير دي بتكون صحيحه يا دكتور؟ هل كل الشركات, في شركات بتبقى عندها مصداقيه اعلى ولا ما في شركه تقدر تتلاعب في نقطه المحتويات دي, مش بس في السكر, في كل المنتجات والملصقات الغذائيه؟ اذا هي شركه عالميه او شركه مصريه محترمه لا مش المفروض تتلاعب, لان في رقابه تيجي عليها. انما في جزء كتير قوي من الشركات تحت بير السلم. يعني في حاجات بتتعمل وبعدين في دلوقتي كده معانا الصور بنعرضها. هنتكلم تفصيلا. يعني ممكن ناجل السؤال بتاع السكر ونقول ان الملصقات نوعين. يعني لو المشاهدين شايفين الصوره كويس, يا اما ملصق يتكتب عليه جدول زي ما احنا شايفينه كده, والجدول ده مكتوب فيه السيرفنج سايز. يعني ايه السيرفنج سايز؟ يعني يقول لك انت معاكي علبه بسكوت, علبه البسكوت دي
السيرفنج سايز فيها او حجم الحصه بسكوته. وهي بتحتوي على 10 بسكوتات. يبقى لما حضرتك تيجي تقري، لما تيجي تقري نسبه الدهون 5% مثلا، يبقى هو يقصد 5% في البسكوته. انما احنا لما بنيجي نقرا بنقرا غلط. وليه؟ 5% في العلبه. لا، ده السيرفنج سايز بسكوته وهي فيها 10، وبالتالي لو كل بسكوته فيها 5 يبقى 5 في 10 ب 50 جرام مثلا دهون او 50 جرام سكر واتب. يبقى دي اول حاجه. رقم 2 نشوف الكالوري اللي موجوده في العلبه كام. يقول لك ده فيها 1000 سعر، فيها 100 سعر، فيها سعر للسيرفنج للحصه، وتضربي في التوتال. أيوة. يعني ما تجيبيش باكل بسكوت تاكلي تقولي لك ايه ده، انا بجيب البسكوت الفلاني بالنخاله ومش عارف ايه، ده ما فيهوش غير مش عارف 2 جرام ولا 3 جرام. طب ما تضربي في التوتال. بالظبط. الحاجه الثالثه يجي يطلع لك، او السطر الثالث يطلع لك الكالوري اللي موجوده من الدهون، يقول لك الدهون اللي موجوده تطلع لك كالوري كام. وبعد كده يحط لك انواع الفيتامينات المضافه وانواع الدهون المضافه اللي ليها نسب. والنسب دي محدودة او محسوبة بناء على احتياجك اليومي. يعني يجي يقول لك ايه، فيها كالسيوم وقصتها كده 10%. ايه ال 10% ده؟ يعني انت خدتي من العلبة دي 10% من احتياجك اليومي من الكالسيوم. كويس قوي. ده في ناس بتقراها ان 10% منها من المادة كالسيوم، يعني في تفسير الحقيقة. عشان كده بقول لك بنقرا غلط. ايوه. يبقى مكتوب الديلي فاليو، يعني حصتك اليومية من الكالسيوم المفروض تبقى 100%. علبة البسكوت دي او الوحدة البسكوت فيها 10% من حصتك. طب هم حسبوا حصتك ازاي؟ اخر عمود تحت في الجدول يكتب لك هذه الحصص محسوبة اكوردنج لي 2000 كالوري للشخص او 2500 كالوري للشخص، اللي هي نسبة الكالوري اللي انت المفروض تاخدها في اليوم. فلو انت حد بياخد 2000 كالوري يبقى هي دي نسبتك تقعدي تحسبي عليها، ولو انت 2500 يبقى دي نسبتك اللي تحسبي عليها. يعني ده ببساطة. فلما تيجي تبصي ولا سعر بنقراه صح، ولا تاريخ صلاحية بنقراه صح، ولا نسبة الدهون أو نسبة السعرات الحرارية بنقراها صح. فهي الليلة كلها. النوع الثاني وهو ده اللي قدامنا، مش جدول بس، مثلا منتج زي كده، منتج حلاوة كاتب لك يحتوي على السكر والطحين و و و الله. طب يا دكتور ده مش مكتوب فيها ولا نسبة ولا مكتوب فيها إيه؟ طب أنا هعرف منين؟ المفروض برضه الشركة المحترمة أول كلمة بتكتبها، لا أول كلمة بتكتبها هي أعلى نسبة. يعني لما اقول لك هذا المنتج يحتوي على سكر و و و و و وملح، يبقى السكر هو اعلى نسبه، بس هو مش محددها لي، بس عرفني على الاقل. طالما كتبوا الاول يبقى هو اعلى نسبة، يبقى هو اعلى قيمه. فلو انا مريض سكر، لا ادور على المنتج اللي السكر اخر حاجه في اخر سطر او اخر كلمه. طب لو انا عندي ضغط اشوف الملح مكتوب في اخر كلمه. تمام. فاهمه ازاي؟ طب الناس لما تيجي تقرا منتج زي كده، ايه ده، في سكر، في مش عارف ايه، ما اعرفش، ما يعرفوش ان القيمه، يعني بيبقى مقصود من الشركه انه ده القيمه الاكثر او النسبه الاكثر في المنتج هو السكر او الملح او كده. منتجات اخرى بقى ما بيبقاش عليها فاليو خالص، يجي يكتب لك ايه، ده خالي من السكر او قليل السكر. والناس ده اللي رجعنا نسال فيه، اللي هو فكره السكر الدايت او لا، حتى قبل سكر الدايت يقول لك هذا المنتج خالي من السكر. يعني يجي يقول لك العصير الفلاني ما فيهوش سكر، هو ممكن يكون يقصد ايه، ما فيهوش سكر مضاف، انما سكر المنتج نفسه موجود. يعني انا عامل لك عصير تفاح موجود طبعا، موجود سكره، يعني مش زي الناس متخيله، لا ده ما فيهوش سكر خالص، ده مكتوب عليه خالي من السكر. يا سلام. يعني لو مريض سكر اديته له، مش هيرفع له السكر، هيرفعه له. فاهم ازاي؟ لما يجي يقول لك ده قليل الدسم، لا قليل الدسم مش معناه ان هو خالي من الدهون، قليل الدسم معناه ان هو اقل شويه من الدسم العادي، انما موجود دسم. فاهم ازاي؟ ففكره التلاعب بالالفاظ والتلاعب بالكلام واحنا بناخده كده عمال على بطال، دي تفصيلا لوح ازاي تقري. يعني من اول حاجه السيرفنج سايز فوق، ايوه، تعرفي ان الحصه هو بيتكلم على المنتج ولا بيتكلم على البسكوت، بيتكلم عن البسكويته الواحده او الحصه بقى. تنزلي رقم 2 هتلاقي الكالوري اللي موجوده في البسكوته الواحده وتضربي في عددها، تنزلي جنبها هتلاقي الكالوري او السعرات الحراريه اللي طالعه من الدهون. بعد كده يبتدي يوزع لك هي فيها قد ايه بروتين، فيها قد ايه كالسيوم، فيها قد ايه دهون مشبعه فيها. ويجي تحت خالص الاخضر الاصفر اللي تحت خالص او البينك على الشمال، ده بيقول لك لو انت هتاخدي 2000 سعر تقسميها ازاي، لو انت تاخدي 2500 سعر تقسميها ازاي. فاهم ازاي؟ سواء كانت مكتوبه بالعربي او مكتوبه بالانجليزي، ده ببساطه انت 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 ركز. طب في لخبطه بتبقى عند البعض برضو ساعات، يبقى موجود نسبه الفاتس تقريبا نسبه الكربوهيدرات ونسبه النسبه دي برضو بتبقى للبيس الواحده او القطعه الواحده ولا طالما كتب لك فوق السيرفنج سايز واحد بسكوته، او انت جبتي مثلا مكرونه، كيس مكرونه ما فيهوش، يجي يقول لك ايه السيرفنج سايز 1 كاب، يعني كوبايه المكرونه من الكيس ده
تحتوي على نسبة دهون دي مثلا. بالضبط. فبالتالي لما تيجي تحسبيها حضرتك ما تحسبهاش ان الكيس فيه 5 جرام دهون. لا الكوباية الواحدة. فلو الكيس يشيل 4 كوبايات يبقى 5 جرام في 4 يبقى ده فيها 20 جرام دهون. فاهمة ازاي؟ وتبقى حاطة كده وانت بتقري المفروض كربوهيدراتي تبقى من 50-60% على مدار اليوم. يعني حتى حاجة عن النسب بقى اللي انا محتاجاها. وهل لو حد بيعمل دايت يعتمد فيه هو معتمد على مثلا زي ما حضرتك تحدثت بسكوت نخالة مثلا او نوع معين، هل من الصح انه ياخد كل النسبة اللي محتاجها من المنتج ده بس او ده؟ هي الفكرة ايه حلوة او ده هي الفكرة اللي بتيجي تقرا على منتج خصوصا السيدات اللي هو بيدوروا على الرشاقة يقول لك ده بسكوت بالنخالة ده بسكوت بالشوفان. يا ستي ايري الملصق بالكامل، هو هيقول لك يحتوي على الشوفان 50% من احتياجك، ويجي في الاخر على الدهون المشبعه يكتب لك فيها 30%. هو ما قالكيش وهو بيعمل دعايه ان هو طبخه ازاي، هو قالك ده معمول من النخاله، انما هو طبخه بزيت وطبخه مش عارف بايه يعني كمل الباقي. والله لو معمول من نخاله والكالوري بتاعته قليله ودهونه قليله وفي بروتين كويس بالهنا والشفا، انما انت بتاخدي اللي المعلن عايز يوصله لك واللي كاتبه بونط عريضه على المنتج، انما هو ما غشكيش، هو الملصق فيه كل حاجه. كملي قرايه. خليني بقى نتكلم عن فكره الفاست او الدايت. يمكن امبارح انا سمعت معلومه غريبه شويه، انه دايما طول الوقت كنا بنعتقد ان الفاست الناشف فيه قيمه غذائيه في نسبه دهون سعرات اقل من اللي هو الطري. كنا بنقول دايما الطري ممكن يكون فيه فات شويه، طلع العكس. وناس دلوقتي تقول لك لا انا هاخد او حتى يا دكتور يمكن العيش اللي هو السن او الرده. الحاجات دي مغلوطه عند البعض يمكن مش فاهمينها قوي. السبب زي ما كنت بكلم حضرتك بره ان جزء كبير من القائمين على التغذيه مش تغذويين. انت تسمعي ناس كتير قوي يقول لك حتى دكاتره واحده حامل يقول لها كلي بيض واشربي لبن عشان الكالسيوم. طب هو البيض من امتى فيه كالسيوم؟ الكالسيوم كله في البيض في القشره، ولا هي عشان لونها ابيض بقت كالسيوم؟ البياض ده بروتين صرف. ايوه. والصفار ده حته كوليسترول. خد البيض كده انت بتاخد الكالسيوم. انما وهو بيقرا لانه بيقرا سطحي يقول لك الكالسيوم موجود في البيضه. طب ثاني حته في البيضه، فاهم ازاي؟ وقيسي على كده حاجات كتيره بتبقى مغلوطه. بيتقال حاجات، يعني ايه الفرق بين التوست الناشف والتوست الطري؟ واحد اتحط في الفرن فالميه تبخرت، والتاني ما اتحطش في الفرن فالميه موجوده. والميه زيرو كالوري، وبالتالي الميه اللي اتبخرت اصلا هي زيرو كالوري، فبالتالي ما قللتش السعرات لما حمصتيها. بس هو مش لما بيتحمص بيتعمل بدهون معينه وبعض؟ لا، وانت لو جبت الرغيف دلوقتي في البيت وحطيتيه في الفرن حمصتيه. لا لانه انا سمعت المعلومه حتى انا استغربت. يعني دايما التاني اللي هيتحط له دهون ده اسمه توست اتحمر. ده بيبقى واحد اتحط كده على الـ على الـ على الصاجه في الفرن فتحمص، وواحد تاني اتحط في زيوت فتحمر. طبعا طالما اتحمر يبقى اتحط له دهون، فبالتالي بقى اعلى من الطري. لا، بس هو اللي بيتباع في السوق يا اما توست اتحمص يا اما توست ما اتحمصش. تمام. وفي نسبه موجوده اتحمرت، عارفه زي بعض انواع العيش المحمص اللي هي موجوده زي الشيبسات والحاجات دي، في منها بيبقى شيبسي. شركات شيبسي دلوقتي بقت بتدور على ان هي تحمص شيبسي، في منتجات نازله غاليه شويه بس شيبسي محمص عشان ما يضطروش يحطوا له دهون ويحطوا له حاجات. فاهم ازاي؟ ففي كلام بيبقى مغلوط والسبب احنا. طيب فكره برضو ان طول الوقت الاقي دايما اي واحده عايزه تخس دكتور يقول لها عليكي بالعيش السن او الرده، برضو هي مش بتقرا القيمه قد ايه، ولكن خلاص هي نزلت السوبر ماركت اشترت اللي هو السن او الرده ده بنسبه كبيره، ممكن تفضل تاكل فيه طول الوقت على اعتبار انه ما فيهوش، مش عيش، مش قمح او مش دقيق ابيض. يعني بتبقى معلومه برضو دي صح ولا فيها مشكله؟ انا عايز اقول لك كنت سافر احدى الدول، البيضه مكتوب عليها ملصق. الله. البيضه جميل. في مصر عمرك شفتي بيضه في اي مكان؟ يمكن مؤخرا اللي هي الباكيتات الكبيره الاورجانيك هي اللي ممكن تلاقي تاريخ الانتاج مكتوب المحتوى. بعض انواع الفاكهه يجي على تفاحه ولا بطاطسايه ويروح حاطط عليها الملصق وانت خدي، بس يبقى عارفه ما بيحطش على كل حاجه، بس تبقى فيه بتبقى فيها واحده. العيش يحط، انت في ناس كتيره بتعمل عيش مش مقدره قيمته، ولا انت تعرفي هم عجنوه ايه ولا حطوه في ايه، وبالتالي انت معلوماتك بتاخديها من قراءه بتاعت حد عمل كده، واللي انت بتشتري منه ما بيعملش كده يعني او بيعمل باسلوب مختلف، بس بتطلع في الاخر فرقات كلام فاضي. يعني لو بنتكلم على عيش السن ولا العيش ابو رده ده كلام فاضي، يعني مش هي دي القضيه، مش هي دي اللي هتتخن.
بس 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 القضيه ان في ست بتخاف تاكل اي عيش بلدي وتاكل سن 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 هوس ده البعض فكره العيش السن هتستحمل لغايه امتى؟ بالعكس ده في ابحاث بيقول لك لو انت بتلغي النشويات كلها يعني ولا بتاكلي رز ولا بتاكلي مكرونه ولا بتاكلي العيش العادي ومركزه بس على السن احيانا يعوق امتصاص الكالسيوم والزنك فبالتالي تلاقي الشعر يسقط والضوافر تقصف ومش عارف ايه يعني انت اخذتي ضررا يا جماعه احنا نعتدل يعني ناكل ناكل باعتدال ارجع تاني لفكره السكر اللي حضرتك سالتيني وما جاوبتهاش السكر في انواع كثيره جدا موجوده في السوق في شركات بتحط على السكر بتاعها الملصق يقول لك يحتوي على كذا طبعا وفي شركات تانية تعمل ايه عارفه حاجه معينه وحشه فيقول لك خالي من كذا وما يكتبش هو حاطط ايه يعني بيعتمد بس يقول لك الماده دي الناس بتكرهها او عليها دعايه وحشه فيكتب على سكره خالي من كذا أيوة. طب انت بقى حاطط ايه ما قالش البديل هو ايه ممكن يبقى البديل يعني حاجات كل انواع السكر الستارش بكل انواعه والسكرولوز واللاكتوز والاسبرتام حاجات كتيره جدا ممكن تكون موجوده الاسبرتام هو اللي عليه ديبيت كبير قوي يعني في ناس كتير قوي بيقول لك ده كارسينوجينيك وناس بيقول لك لا بس في خناقه ما بينهم وجزء كبير قوي متفق ان الاسبرتام ده بيتكون من رينج كحول فبالتالي على المدى البعيد ليها تاثير كحول على الكبد والكلى بتخمر الاكل تعمل لي بطن وارداف فليها مشاكل كتير يعني على اي حال انا كنت حابه نكمل الموضوع محتاج لحلقات لانه يعني كلام ارشادي كويس جدا ونستعين بيه البعض في حاله كمان فكره هوس الرجيم وانه لازم المنتج ده او فكره كمان السكر والاسبرتام والكلام ده يمكن يبقى البعض خصوصا الستات يا دكتور مهتمين بشكل كبير ان شاء الله نكمل الكلام في الحلقات الجايه بشكر شكرا جزيلا دكتور عماد الدين فهمي خبير التغذيه العلاجيه اذا مشاهدينا انتهت فقرات يوم جديد النهارده اليوم الجمعه يا رب جمعه مباركه على حضراتكم وكل عام وانتم بخير ان شاء الله بكره